خلينا سوا سوا بلش أسعد على الهوى أسعد جاي وعند حكاية على الهوى أسعد جاي وعند حكاية وحكاية أسعد يومية للإذاعة اللبنانية ورح نسمع سوا أسعد على الهوى رح نسمع سوا أسعد على الهوى ورح نسمع سوا سوا أسعد عالهوى. إيه يا سلام لو كنتوا معي مبارحة يا سلام. أما شو سهرت الكل سهروا مبارحة سهرة عرمرمية يا عمي. انطوشنا من كترة المغنين والعزفين والطبلين والرقصين. شو سهرة يا زلمة؟ ما مرق مثل لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا أنا كنت حسب لحساب. يا عمي كل المغنين كانوا جدد خلانج بعدهم بعلبتهم مغنين جداد وسهرة تنذكر ما تنعود. اسمعوا اشو صار معه. أسعد أهلا 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 بالجور. كيفك اليوم؟ ماشي الحال إن شاء الله. اسمع مني، عندي دعوة إلك حلوة كتير. دعوة؟ إيه في دعوة لبرا. شو هي هالدعوة؟ في مطعم جايب 20 مغني دفعة واحدة. شو؟ 20 حتى يغنوا كلهم بسهرة واحدة. حجبه صاحب المطعم اللي هو صاحبي يعني مبدئيا كان مفكر يجيب 50 مغني. قال له لا يا شيخ 20 بكفوا بيقدوا. بيني وبينك لا تزعل منا، هيدي أول مرة بسمعك عم تخربط معه وتطير فيولة. كلام صحيح اللي عم بقول لك إيه؟ كلام صحيح؟ شو يعني في تنزيلات بالجملة على المغنين؟ أنا ما سمعت بحياتي إنه في أوكازيونات غنائية. أسعد تسمع مني؟ إيه. روح سهار وشوف أنت بعينك واسمع بإذنك. صحيح؟ بس وينك؟ أنا ما معي مصورة حق البطاقة. السهرية ببلاش بلاش. سهرية غنائية مجانية 100% مجانية. بتفوت بتقعد بتسمع وأهم شي بتزقف. هاك لكان. ومين دافع كل هالتكاليف تبع السهرية الغنائية المجانية إلا عوام اللي دافعين هني المغنين دافعين التكاليف حتى يغنوا. هودي أسعد جداد يعني كيف بدي أقلك مش معروفين وفيك تقول كمان مش مسموعين وبدني ينشهروا. الغاية وبلا طول سيرة لأنه صاحبة بيمون قلت له رح لبي العزيمة أكواد طقم يا أبو الخال ورتات قميصي المفتوق واستعرت جرافات من جورة وهندست لك اشبوبيته وحملت حولي ورحت على السهرية الغنائية المجانية. وصلت على المطعم ناس قاعدين زرافات موحدانة ومجموعات وزقيفة وعم يهيصوا للمطربين وبلش الحدث الفني الكبير. وطلع أول مغنى وتاني مغنى وتالت مغنى وعشر مغنى. شو أصوات شو مثل أفجار أصوات وحناجر مثل أفطناجر. يا عينة الموسيقى بمحل وهن بمحل وكل ما علي الصوت تسمع النشاس وكل ما وطي الصوت بيصير مثل زمهور الكاز. ويا عيني شو هالأغانة بناخد مثلا عينية من هالغنية. اسمع شو بتقول. خليكي بشوشة ولا تكشي فيي خليكي بشوشة ولا تكشي فيي بتغرقي وبتفوشي ببحر عيني. خليكي بشوشة ولا تكشي فيي بتغرقي وبتفوشي ببحر عيني ببحر عيني ببحر عيني. Thank you.
وبنص الليل طلع لك مغني مسمى حلو نجم النجوم وبالفلك بيعوم. قلت اجت الرزقة يا أسعد وهلأ بدك تنطرب عود ولا تقوم. وصار يغنى ويدبل عيونه وعلى أساس هو مغروم ومهموم وملطوم ومن العاطفة محروم. وحتى يبرهن عن مواهبه الفنية العديدة صار يدق لك بالإيقاع تشتك طم طم تشتك طم تشتك طم طم تشتك طم. ترك لك الدربكة واستلم الطبل طب طط طب طم طب طط طم طم طب. واللي حاضرين صاروا مزعوجين وبدهم الصرفة يخلص وكل ما يختم غنية يقولون ما دامكم مبسوطين راح غني للصبح. اخر شيء رحنا كلياتنا ما دل حدا بالصلاة يا حرام ما دل غير صاحب المطعم وهذا المطرب تبع طبل طبل زمر طبل ما في منه ما بقى في غير عم يغني بس لصاحب المطعم والكروسة. اما شو سهرية يا عم يا عم كل واحد طلع بروسه يغنى بيطبع صور وبيصير يقول عن حلو فنان موهوب ومطروب ومحبوب ولو نسيوا انه في اصول. انا كمان رح غنى طالما هن هاك انا بغني لاش لا وعم فكر اشتغل مغنى هيدي اهي شغلة حج اقعد لا شغلة ولا عملة ومفلس وما معي عملة. اوف 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 ما في داعي للبخشيش بعد السهرة المشهورة صار الدف بلخشاخيش والدربكة مكسورة. ما في داعي للبخشيش بعد السهرة المشهورة صار الدف بلخشاخيش والدربكة مكسورة. هيهات يا ابو العم نسمع أسعد على الهوى بكرة منلتقي سوا نسمع أسعد على الهوى أسعد جاي وعنده حكاية أسعد جاي وعنده حكاية وحكاية أسعد يومية بالإذاعة اللبنانية أسعد على الهوى. أسعد على الهوى قدمه لكم عبد الله حمصي كتبه للإذاعة جورج يمين تنفيذ عبد الله شمس الدين إخراج سمير أبو سعيد. أسعد على الهوى أسعد على الهوى أسعد على الهوى أسعد أسعد على الهوى أسعد على الهوى أسعد على الهوى.